اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، وارحم أموات المسلمين، وارحم أهل القبور من إخواننا المسلمين، ولا تفتنا بعدهم يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دعاء الله نجا أقبله، دعاء الله نجا أقبله. إلهي وحن كبري إن أنت إن ما شف الرضا قفل بمرادك يسوى إله رالك يا الله قارسيو، مرادك يسوى إله رالك يا الله قارسيو، مرادك يسوى رالك يا الله قارسيو. إلهي كل جن هن وضع إلى ليو، ولا ليه إن هل كان جوك تجالية ده هل كان جوك الله إلى ليو، أولاده ده الله إلى ليو، شبابك يرضى لن يرضى الله إلى ليو، لن يرضى سلاحها إلى ليو، قبل يدوم يويلل بالله إلى ليو، هو يوين يو أبيال كل وضع الله إلى ليو. إلهي وحن كبرينا كل جن دين تيسي إنه نجوه قابيو، أو نجوه نوليو، أو نوافجي سيد خيرك كجرا. إلهي نجوه كل مية ماشان وحن إلهي كبرينا إنه جنة دي نجوه كل مية. في رحمة الله إن إله نوكل ميو، مرافقة الأنبياء إن إله نوكل ميو، إن إلهي سبحانه وتعالى طريقي جنة الأمر إلها نوى فجيو، إلهي نو تيسيريو، قرآنك الله نو تيسيريو، قرآنك الله نبرو، أهل القرآن الله نقدقو، أهل القرآن حقا الله نقدقو، أهل القرآن حقا الله نقدقو، كوي قرآنك كعمل فلا الله نقدقو، كوي قرآنك إن لهو ذي يدقهو ذي يأفكو ذي يأدنكو ذي يلقهو ذي يكعمهو ذي وكم وقضى الله نقدقو. كوي أستانتودي اللباس كودي حليقودي درك حرانة يعني كل شيء وكم مغضى الله نقلقه كوي القرآن ككل رقم الله نقلقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كوي كون رقم الله نقلقه الله نقول نوليه إلهي نقول أفسده الله نقول سوى حشر يوم القيامة إلهي محن كبرينا قرآن كمعيسين الله نقلقه إلهي إنه نقلقه كوي سورة البقرة وآل عمران أي أدودي دونان سيد النبي عليه الصلاة والسلام وبشارة أهل القرآن الله نقلقه أهل القرآن الله نقلقه الله نوفذ ذيه تلاوة ذي سوى ناكسان عرب كأن الله كوها قاجيه فهم يسي فقه يسي تفسير كيس قلب كأن الله كشبه عمل فالكيس جوارح ذينا يحبنه أن الله وافجيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلهي وحن كبرينا كوا قيام الليل هبيك كتك إلهي نقلقه قيام الليل كوا أقوم الله نقلقه ذكر كيس كوا عرب كوذ لوف ذيه الله نقلقه. إلهي وحن كبرينا جل جلاله مراكز تنبركشان إن إلهي إلهي إن إلهي وكلنا نوبضي مركز كان مركز التوحيد إن إلهي بركة إبان إلهي كبرينا إن شاء الله علماء قائمين تأهي تاغن تدخى وحبرية يوم معلمين تقرآن كبرية الله وضع حفظي الله أفضو ذي أو شودنا الله أفضو ذي إلهي وحن كبرينا إخلاص نوافجي لله تعالى إن عملك أو سميان أرد قرآنك أرد بضن أو قرآنك آذو حفظ السن أو نكفر حنبان أرقني الله سيبديو الله إلاليو قرآنك نقلبي قوذا الله كسو معلمين توذن الله كابا المريو أخلاق ذا وناكسن الله وافجيو إخلاص إيو وناكنا الله سيو إنه ولي ذلك والقادر عليه. مؤسسين تي مركز كان لستي إيو مشايخ تي جوغ جرتي إلهي وأفسد الله نحرستو جنة ذي الله قيو جنة ذي الله قيو نحرستي سأل الله قيو إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنت ولا له كلن كان كشق أي شيء كود ذا شيء لن يرضى له قبلها له ولاش له كل جود إلهي مراد كود الله سهله أمور تود الله سهله أمور تود الله سهله إلهي وحن كبرينا مراد كود إلهي رالك إياه الله هو ذا قارسي الله كأقبله عمل كود عمل خالصة الله كديه إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما ولا له نلقى نقصه وذا دوية لما أنتود إلهي سبحانه وتعالى كأبال مريو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي وحن كبرينا ولا لهن بك الله عافيه إلهي وحن كبرينا ولا لهن بك الله عافيه. هذا الكين نيبع وحكم ذها إلهي عذر ربيا إنو سنجرين إلهي وساسا أنه يقين سنهي إلهي وحن يقين سنهي إناد ميت بنتي نولين يسو ك
kubu kamarka wa sahal in aad caafinayso ilaahay waxaan ka barriyeynaa subxaanaka jalla jalaalu in aad walaalaheen buka khaasatan cuduradan xunxun ay ku dhaceen in ilaahay aad caafiso caafimaad degdega inaad siiso caruurta qaarkood oo hadalkii waayey inaad hadal wanaagsan waafajiso oo carabkooda aad qur-aanka iyo dikriga ilaahay u furto yaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allahu tacaala hoyooyinka soo dalbay ee naga soo dalbay ducada in ilaahay caruurtooda u hanuuniyo allah u hanuuniyo caruurtooda allah u hanuuniyo caruurtooda allah saalixiin ka dhigo baarin allah ka dhigo kulligeenna allahna wada hanuuniyo diintiisa allah noo furo salaadii cibaadada allahna waafajiyo ducaatan ila allahi wa ilaa rasuuli illahi allah naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa muslim meel kasta uu jooga allah badbaadiyo dhibaato way ku jiraan muslimiintao dhan allah ka faydo allah ka dulqaado innahu waliyu dalika walqaadiru calayhi waxaa xadiid saxiixa nebiga ka sugnaaday qow ma duceeyaan qaar kalena aamiin ma dhahaan ilaa ajaabahum allah ilaahay waa ajiiba ilaahayow jamaacanu nahay fara badan oo halka isugu timid ilaah waa ku baryaynaa ilaahu naga ajiib ducada ilaahu ducada naga ajiib dembigeenna iyo dunuubteenna hanoo qabanine ilaahu ducada naga ajiib ilaahay waddankeennii waddan barakaysan ka dhig ilaahu dhibaatada iyo rafaadka iyo abaarta iyo qaraxa iyo mashaakil ka jira ilaahu ka dulqaad ilaahu ka dulqaad ilaahu inta dhibka wadda ka qabo ilaahu inta dhibka wadda ka qabo ilaahu inta khayr doonaysa allah waafajiyo ilaahay inta khayrka waddanka alla doonaysa allah waafajiyo innahu waliyu dalika walqaadiru calayh ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaa walaalaheen ah ee meesha ku dhintay allahu naxariisto qaraxa dambe kuwii ku dhintay allahu naxariisto kuwa dhaawacna allah caafiyo innahu waliyu dalika walqaadiru calayh muslim kasta muslimiintii meel kastay joogaana dhibaatay ku jiraan dhibaatada allaha ka faydo dhibaatada allaha ka faydo wanaag allah waafajiyo khayr badan allah waafajiyo وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين فاتح.